تتعرض المرأة خلال فترة الحمل لمجموعة من التقلبات والتغيرات الجسدية، لذا من الضروري أن تحافظ على سلامة جسمها للقيام بهذه الوظيفة بصورة صحيحة، إذ يجب على الحامل أن تهتم بنفسها خلال فترة الحمل وأن تتلقى العناية الطبية المبكرة للتأكد من صحتها والاطمئنان على صحة ونمو الجنين والاكتشاف أي مرض قد يحدث خلال فترة الحمل ومعالجته منذ البداية. الحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا في الاستوديو الدكتورة خلود زياد عبد اللطيف، أخصائية نسائية وتوليد. أهلا وسهلا بك. أهلا فيك دكتورة خلود. طبعا خلنا في البداية نتكلم عن الخطوات التي يجب أن تبدأ بها الحامل. نعم. منذ أن تعرف بأنها حامل. نعم. هلا في مهم يعني نذكر انه قبل الحمل في زياره ضروري يعني تلتزم فيها المريضه لتراجع طبيبها خلال هاي الفتره. خلال هاي الزياره بيتم تحديد امور كثير مهمه للحامل بحيث تقدر تتجنب مشاكل ممكن تاثر على حياتها. طبعا. على صحه الجنين. قصدك دكتوره حتى قبل ان تحمل يعني في حال خطط الزوجان يعني ان نعم. تحمل الزوجان ان تزور الطبيبه قبل ذلك. نعم. هلا البلاند الحمل اللي بيكون اصلا مخطط له. نعم. زياره الطبيب هاي خلالها بيتم مثلا لنفرض المريضه ماشيه على حبوب أدوية، خلال هاي الزيارة بيتم تعديلها بحيث ما تأثر على صحة تمام. الطفل. غير هيك في بعض الأمراض بتكون أصلاً سيدة مصابة فيها من سكري ضغط. أيوة. بيتم كنترول عليها من خلال علاجات معينة بحيث ما تأثر على تمام. الطفل أو خلال فترة الحمل أو على مسار الحمل. بعد هيك بيجي زيارات الحمل بعد ما يصير الحمل بتتابع الطبيب بحيث بعدد زيارات معين بيحدده الطبيب نفسه. عادة يعني يكون عادة كم تقريبا؟ اها هلا لحد عمر 28 بنحكي احنا رفلي بالحمل اللي ما فيه اي مشاكل ثانيه، لعمر 28 اسبوع بيكون كل 3 اسابيع في زياره او طبعا. كل 4 اسابيع. أها. بعد 28 اسبوع لحد 36 اسبوع بيصير كل اسبوعين زياره واحده، طبعا. بعد 36 اسبوع كل اسبوع بدها تزور الطبيب مره واحده. تمام. خلال هاي الزيارات بيتم متابعه تطور نمو الجنين. إذا متابعة كمان نعمله ديتيل ديسكان إذا في أي مشاكل تشوهات خلقية بنتأثر بنخبر فيها السيدة. خلالها ممكن نعمل فحوصات معينة، هاي الفحوصات من وظيفتها إنها تبين للسيدة قديش إمكانية إنه الطفل يكون لا سمح الله داون سيندروم منغولي. هاي العينات بتتاخد من دم الأم ما بتأثر على الطفل. غير هيك على عمر 28 اسبوع بنعمل له شيء اسمه كاردياك سكان، بنطلع على شكل القلب للطفل بالحجرات الاربعه، بنشخص اذا في اي مشاكل بالتشوهات بالقلب نفسه. وبعديها في ستات يعني نوع دمهم بيكون سالب، زمره الدم سالبه على عمر 28 اسبوع، هذا نيو جايد لاينز. نعطي المريضه ابره خصوصا علشان نحميها من تكسر، نحمي البيبي من تكسر الدم الناتج عن اختلاف دمه عن دم الام. هاي اول خطوه بالنسبه لمتابعه الحمل. الخطوه الثانيه بتيجي اللي هي الرياضه. بننصح السيده بممارسه الرياضه، ومو كل انواع الرياضه يعني مناسبة للسيدة الحامل. خلال أهم هذه الرياضات دكتورة السباحة واحدة منها، اليوغا، في بايسيكلينج المشي، هدول الرياضات الخفيفة اللي ممكن السيدة تتبعها خلال فترة الحمل. في كمان رياضة خاصة للسيدة الحامل خلال هاي الفترة ممكن ننصح فيها، أهميتها اللي هي بيسموها كيجل اكسرسايزز. هاي الرياضة بتزيد من قوة عضلات الحوض بحيث تصير عملية الولادة أسهل. وكل الرياضة بالإجمال خلال فترة الحمل بتساعد السيدة الحامل أنها تسترجع وزنها بسهولة بعد الولادة. دكتورة خلود الوزن أهم نعم. شيء بالنسبة للمرأة الحامل نعم. فمنهم نشوفهم طبعا يعني يتضخموا بطريقة مبالغ فيها وفي منهم محافظين على أوزانهم بس اللهم البطن يعني، وبعد الولادة تعود إلى وزنها المعتاد. شو الحل على أساس أن السيدة ما تعاني من زيادة وزن كبيرة تتعبها من بعد الولادة في استرجاع وزنها
كما كان في السابق. هلا بكل الاحوال الحمل من طبيعته انه في زياده بالشهيه وزياده بالوزن. تمام. مهم جدا انه السيده ما تتبع اي حميه غذائيه خلال فتره الحمل ولا تمنع حالها من وجبات خلينا نقول اساسيه. وخلال هاي الفتره فتره الحمل ننصح السيده بدل 3 وجبات رئيسيه بخمس وجبات. الفترات بينهم اقصر. هاي الخمس وجبات كل وجبة تحتوي على كل العناصر الغذائية من معادن، سوائل، نشويات، دهون، بروتين. والبروتين كتير مهم بالوجبات الغذائية للسيدة الحامل سواء كان من البيض، الحليب. في نقطة كمان مهمة اللي هي بعض يعني الوجبات ما بتمدك بالكمية الكافية، مثلا لنفرض من الفوليك أسيد من الحديد، هاي بنعطيها السبليمنتس للبيشنتس. هاي بالنسبة للغذاء. مهم كمان بكل وجبة من وجبات السيدة الحامل إنها تدخل الخضار والفواكه خصوصا اللي بتحتوي على الفيتامين سي. أنواع من الأسماك مش كلها محبذ إنه السيدة تأخذها. هلا الأسماك اللي بتدخل عادة اللي بتحتوي على الأوميجا اللي بسموه الأسماك الدهنية زي السلمون، هاي الأسماك ينصح فيها للسيدة الحامل على الأقل مرة واحدة بالأسبوع. تمام. طيب دكتورة خلود، ما الأشياء التي تنصح أو تنصحين الحامل بالابتعاد عنها تماما؟ طبعا التدخين واحدة من أهم الأمور اللي ممكن نمنع فيها السيدة الحامل الاقتراب منها، أو الأجواء اللي فيها التدخين. النقطة الثانية مادة الكافيين اللي موجودة بالمشروبات الغازية أو بالقهوة. كلها هاي هلا جديد بقول لك إنه لحد 200 ml من المواد اللي فيها الكافيين مسموح فيها خلال فترة الحمل. بعد هيك بتصير في خطر على البيبي أو بيجي البيبي وزنه أقل من الوزن الطبيعي. التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة سواء كانت بالساونا، بالجاكوزي، حمامات البخار بشكل عام. في كمان اللحوم الغير مطبوخة، مثلا السوشي واحد من الأسماك الروفش، يعني ما بننصح السيدة الحامل بتناوله لأنه في عرضة لأنها تنصاب بمرض ممكن يأثر على تكون البيبي، أو حتى الكبنية وبقية الأشياء. يعني كل ما هو غير مطهوخ، لحوم غير مطبوخة لا تنصحون بها أبداً ويجب أن تبتعد عنها. نعم. السيدة الحامل. طيب عزيزتي، النصائح التي تقدمينها للمرأة الحامل عندما تأتي إلى عيادتك؟ هلأ من أهمها اللي هي النوم بشكل كافي. السيدة الحامل بطبيعة الحال خصوصا أول 3 شهور بيكون لها ميول للنوم بكمية أكثر من بوقت أطول من الأيام العادية. خلال هاي الفترة بننصح السيدة الحامل بالنوم من 8 إلى 10 ساعات. عادة بعد الوجبة الرئيسية بالنهار نقولها ساعة قيلولة ما في مشكلة، بالعكس أفضل للبيبي. النوم على الجهة الشمال أفضل شيء للأم وللطفل بحيث ما يصير عندها هبوط ضغط مفاجئ يأثر كمان على تروية الدم للطفل. وغسل الخضار والفواكه بشكل جيد برضو لأنه ممكن تتجنب أي عارض يعني. نعم بالضبط. وشكرا لك طبعا الدكتورة خلود زياد عبد اللطيف، أخصائية نساء وتوليد. أهلا وسهلا بك، شرفتينا، شكرا على هذه النصائح.